السلام عليكم، بدنا ناخد سؤال رقم 17 على موضوع اللي هو الـ parallel series. الآن شو بيحكي لي هذا السؤال؟ consider the combination of resistors shown in figure page 28.17. هذا عندي إذا بلاحظ مقاومتين 84 in parallel، بعدين 5 معهم in series، 12 و 6 in parallel، مجموع هذول مع هذه in series، صحيح؟ بحكي لي find the equivalent resistance. أول بده الايش R equivalent. عطول هون لما أبدأ ب R equivalent باجي بحكي هذول التنتين بحب أنا دائما أسمي nodes، يعني هاي مش هي node A وهاي آخر node اللي هي node مين B، هذول عطاني إياهم. ضل عندي إيش بالوسط هون، عندي مثلا هاي وعندي هذه node، هاي ممكن أسميها node إيش C، هاي هون C وهنا شو دي. ممتاز. الآن لما طلع هذول التو ريزيسترز عندي بي مع دي، بي مع دي، يعني هاي هون على اليمين أسود على اليسار أخضر، أسود أخضر، بعرف إنه هذول بارالل. نفس الشيء هذول إيش اللي هو بنفسجي أو نخدي أو زهري مع إيش مع برتقالي، إذا هذول بارالل هذول إيش بارالل. طبعا لأحسب الآر بارالل الأولى شو باجي بحكي 12 ضرب 6 على 12 زائد 6 كم بطلع؟ هات نشوف. 12 ضرب 6 على 12 زائد 6 اللي هي كم؟ 4 اوم. ممتاز. طيب بالنسبة لل 8 R parallel 2، 8 ضرب 4 على 8 زائد 4، بروح بحكي مباشرة 32 على ايش؟ على 12 اللي بتطلع 8 على 3 اوم. ممتاز. هلا برجع برسمها، هاي عبارة عن بدأت من النقطة A، عندي الريزيستر هاي 4 اوم، الريزيستر الثاني 5 اوم، والريزيستر الثالث اللي هي كم؟ 8 على 3 اوم، وهذه ايش؟ نود B. الآن كلهم جميعهم شو بصيروا؟ ان سيريز، صح؟ فباجي بحكي إذا R total شو بتساوي؟ 4 زائد 5 زائد 8 على 3 اللي هي كم بتساوي؟ 35 على 3 اوم. ممتاز. هذا كان جواب ايش؟ البارت A. طيب هذا خليني هيك اكتب على البارت A. الان نروح على البارت B. بارت B ايش بحكي لي؟ If a voltage 35 is applied between A وال B. تخيل في عندي انا هون ايش؟ voltage مقداره كم؟ 35 between نقطة A B، يعني between إيش؟ خليني أجي أرسم ال parallel، خليني أرسم إيش ال parallel. ثواني بس، طيب سوري، فخليني ارسم الكومبينيشن البارالل، هاي هون A، هاي هون B، وهذه كم؟ حتطلع 35 على 3. الآن إذا أنا عندي هاي الكومبينيشن البارالل وبده الفولتج ما بين A و B كم يكون؟ أعطاني اللي هو مقداره 35 فولت، حلو؟ طيب خليني أروح إيش أطلع؟ الكرنت. هلا لاحظوا هو هون طالب find the current in each resistor. أنا باجي بحكي خليني أجد الكرنت توتال، كرنت كاملا، تمام؟ بعدين بروح بطلع الكرنت بكل ريزيستر من هذول إيش؟ ريزيسترز. يلا باجي بحكي هون عندي ال I total، خلينا هذا نحطه باللون الأسود، هاي هون هذا I equivalent مثلا نحكي، شو بتساوي؟ يعني بساوي عبارة عن ال VAB، صح؟ تقسيم R equivalent اللي هو 35 على 35 على 3، صح؟ فبطلع 3 أمبير. طيب إذا هذا الكرنت اللي داخل هون 3 أمبير حيتفرع بعدين حيرجع يتجمع، فإذا الخمسة أوم هي الوحيدة اللي إحنا عارفين إنه بيدخل فيها 3 أمبير، لأنه هي هذا I equivalent اللي هو نفسه وين؟ هون.
شو بيساوي 3 أمبير. ماشي بالأربعة وبالخمسة وبالثمانية على ثلاث. هلا الخمسة هي الوحيدة الموجودة هون، لكن الأربعة لو أنا طلعت الفولتج عليها، مش الفولتج عليها هو نفس الفولتج بارالل، لأنه الفولتج بارالل متساوي. فإذا خليني أطلع الفولتج عليها، بالتالي أطلع الفولتج بارالل، وإذا بطلع الفولتج بارالل بقدر أجد الكرنت بكل وحدة. يعني هذا أسلوبي أنا هون، بس طلعت الكرنت بالخمسة أوم. إذا I للخمسة أوم كم تساوي 3 أمبير. الآن خليني أطلع الفولتج ما بين أي نقطة وأي نقطة، الـ A مع الـ C. شو رأيكم الفولتج AC شو يساوي؟ اللي هو نفسه هون، مش هاي النقطة C، هاي هون خلينا نكتبها، هاي النقطة C وهاي النقطة إيش D. فإذا ما بين AC الفولتج هون شو بيساوي؟ VAC تساوي 3 في إيش في 4، وهو كم؟ 12 فولت. تمام. وال VCD 3 في لا مش محتاج CD، أنا محتاج DB صح؟ أنا محتاج برضو الفولتج هون اللي هو DB، لأنه already CD طلعت الكرنت فيه، فما بحتاج DB. شو بيساوي 3 ضرب كم؟ 8 على 3 صح؟ اللي هو كم؟ 8 فولت. ممتاز. طيب إذا أنا طلعت 8، إنه هون الفولتج اللي هو 12 فولت، وهون الفولتج كم؟ 8 فولت. الآن الفولتج هون متساوي مع هون، لأن الفولتج بارالل حكينا متساوي، إذا بعرف الفولتج هون اللي هو 12، بقدر أطلع الكرنت. إذا الآن الـ I على هون، الـ I على الكرنت الأول اللي هو I على 12 أوم، شو بتساوي؟ I على 12 أوم تساوي 12 على 12 اللي هو 1 أمبير. الآن الـ I على مين؟ الـ I على 6 أوم، 12 على 6 كم؟ 12 على 6 2 أمبير. ممتاز. الآن الـ I على الأربعة، I على الأربعة اللي هو الفولتج هون، مش الفولتج هون between DB هو نفسه اللي طلعناه اللي هو كم هون؟ فولتج between DB هيو 8 فولت، فباجي بحكي 8 على 4 اللي هو 2 أمبير. والـ I على آخر واحدة إيش اللي هي 8، I على 8 كم اللي هو عبارة عن اللهم صل على سيدنا محمد، 8 على 8 اللي هو بيساوي كم؟ 1 أمبير. إحنا هيك طلعنا جميع الإجابات، طلعنا الـ I5 3 أمبير، الـ I12، الـ I4 أوم، الـ I6 أوم، الـ I8 أوم. ممتاز. لو بدي أتأكد لاحظوا الـ 12 والـ 4 هايهم صح؟ شو دخل فيهم؟ كانت مقداره ايش؟ 2 و 1، مجموعهم كم؟ 3. مش نفس اللي دخل هون 3 انقسم؟ نفس الشيء ايش للباقية، هذه برضو نفس الشيء دخل فيها ايش؟ 2 و 1 اللي هو مجموعه كم؟ 3. ممتاز. وبدي اياك تلاحظوا ملاحظة هاي إلكو هيك عساس، إذا جاكو سؤال multiple choice دايما مين بياخد كرنت أكبر؟ المقاومة الأقل ولا الأعلى؟ لما يدخل الكرنت يا جماعة، الكرنت بيحب دائما اللي فيه مقاومة أقل، لأنه إيش بالنسبة له يعني كأنه ما حد بصدم معه، فإذا بفضل إنه معظمه يروح من الستة. عشان هيك حتلاقوا إنه هون الستة أوم هو اللي دخل فيها كم؟ ستة أوم دخل فيها 2 أمبير صح؟ يعني 1 زائد 2 3 أمبير. والأربعة أوم وين الأربعة أوم؟ هيها الأربعة أوم دخل فيها برضو كم؟ 2 أمبير، مقارنة بالثمانية اللي دخل فيها 1. 12 دخل فيها 1، 6 دخل فيها 2. إذن 6 دخل فيها أكثر من مين؟ من 12 لأنهم parallel، والأربعة دخل فيها أكثر من 8 لأنهم إيش؟ parallel. هذا نهاية الفيديو هذا. هيك أنا أتوقع غطيته أنتو يعني أكثر أسئلة ممكن تيجي على ال parallel والseries، كيف أنه تطلعوا ال voltages والcurrent. بس أهم معلومة تتذكروها دائما، ال voltage in parallel ماله متساوي، هاي اعتمدنا عليها لنطلع الكرنت هون والكرنت هون، لأنه إذا عرفت الفولتج بعرف الكرنت. والمعلومة الثانية إنه الكرنت اللي بيكون إن سيريز كله نفسه، عشان هيك هذا الكرنت نفسه إيش اللي هو الكرنت للآر توتال. هذا نهاية الفيديو، تابعونا بالفيديوهات القادمة. الله معكم.